السر مدفون بثبات. ما بين نارك والحطب الحين يا جماعة الخير بنتحرك لمدينة ساحلية قريبة من حارة الروضة. نسير نص يوم تقريبا مشي، ولغاية ما نوصل عند ود حسن ما نعرف ايش المطلوب منه، لكن لازم نشارك الجماعة في الخير والشر. الطريق البري هذه مهمتي انا، وان شاء الله بنوصل في اقل من نص يوم. مستعدين يا رجال؟ مستعدين. احنا رجال نهضة تحت امره وطاعته. يلا توكلنا على الله. يلا بسم الله. هذا كله السوق اللي اقدر اعطيك اياه مع اللي اعطيتك اياها من قبل. اطمني، بتحصلي ذروه مضاعفه وبنحقق كل امانينا، ويومها هنقدر نوقف قدام ولاد المسمار وبنكون أغنى الحناقرة. أشوفك مستعجل. التاجر الغريب أموره بالساعات، وإذا عندك شي باقي جيبيه. ما أقدر أعطيك كل السوق، خاف راشد تسألني هن سوق إيش بتلبسيك اليوم. بس أنت شوقتني أشوف هذا التاجر يا أخوي. هين والتاجر عذر، أنا بعدني وحدي ما شفته. كيف عجبت سوق فيه وأنت وحدك ما شايفنا ولا متكلم معه؟ يا عذرة، أخوك سار وسأل وتأكد. اطمني اطمني، أخوك ما سهل حد يضحك عليه بهذه الطريقة. اطمني. يعني أقول بعد شهر نستوي أغنى الهناقرة في الحارة الحقيقية. قول إن شاء الله. منصور قبل لا يموت كان محمود الشاوي. مالك متوتر يا راشد؟ راح له مستنجد فيه. مستنجد؟ مستنجد من ايش؟ منصور وصل مع حمور في ساعه متاخره وكان تعبان. ما قال شيء؟ ما تكلم؟ قال شيء ولا شيء؟ قال اشياء واجد بس ما تخصك انت. لكن وين اولاد منصور يا راشد؟ انا ما اعرف عنهم شيء. البنت القيه موجوده معنا، الاولاد دورنا عليهم ما حصلناهم. بس انا اعرف يا راشد. اشوك ارجوك يا ود حسن، انا اعزك واحترمك واقدرك،
ولا تنسى ان احنا كنا اصحاب. صحيح كنا اصحاب، بس الحياة غيرتك، وخاصة لما بسك يا ود حسن. بس أنا يا ود حسن أعزك واحترمك وقدرك، وسميت ولدي على اسمك. الله يخلي لك إياها إن شاء الله، بس لو ولدك سيف صابة مكروهة أو بس لا تكمل يا ود حسن. سيف هذا أغلى إنسان عندي في الدنيا. تعال يا ود حسن نفتح صفحة جديدة ونكون أصحاب مثل زمان. أنا صدقني نسيت اللي سويته فيه، وسامحتك سامحتك يا ود حسن سامحتك. راعي ضميرك في نفسك وأهل حارتك. رخصتك حمد ياسر. هذا هين يغيبوا هين يغيبوا في وقت الشدة ما أشوفهم. حمد فقد إنسان عزيز عمر ما سهل. سلم يا بنتي، عفز عليهم واسمهم شيء داخل هناك. لا حول ولا قوة إلا بالله، وما جاز اللي كان السبب. سعيد رقية يا بسكم، خلونا نفرح بلقياكم. سعيد تعالوا. وانت ايش اللي جابش يا بنت المسمار؟ لا يا سعود، لا تأخذ البنت بذنب ابوها. كيف حالك يا نجمة؟ محمد أخير يا رجال سويت ليش خايف؟ أنت ما تعرفي إنه ود حسن في البلاد؟ ود حسن إذا رجع الحارة فهذه حارته. أنت نسيتي إيش سوينا فيه؟ ظنك إن ود حسن بيعديها بسهل؟ لو كان يريد انتقم منك كان انتقم من زمان وانت قدامه. أتقدامه قبل لا يتعشى بي. لا تستعجل يا راشد. وين سيف؟ وين نقوى؟ وين أولاد الشاعرة؟ وينهم؟ أول مرة تسأل عليهم ليش؟ ما حاسة باللي أنا حاس بيه. أنا بديت أخاف من كل شيء، حتى منك أنت. عبود تعال شوف. ايه منتو؟ انا عمي سعود. تعال
وهذا شابه ود حسن. عمي ود حسن ولا ما انت؟ هو بكر ما حسن. كيف حالك؟ حالكم ايش؟ اخباركم؟ كيف حالكم؟ بخير الحمد لله. ما بخير، انت هنا في الحارة وما تخبرنا. انا زعلان منك. حري زعلان عمو يا حسون؟ لا يا عمي، احنا فرحانين. يلا يلا، خلوا ود حسن يروح يوصل حرمة البيت. حرمته خبري يلا. حطن بحرمتك عمي ود حسن. خلاص خلاص، روح الحين ونتلاقى باكر تحت غاف اللبن ان شاء الله. هلا باكونا. مع السلامة يا عمو حسن. نفسك هذه الأيام مفتوحة الأكل يا ثاني. ظهر الدواء اللي أعطانا إياه الرجال خفف عنا الألم شوية. التوبة قاصرة بدون إصلاح الذنب يا أخوي، وأنا الحين أكفر عن ذنبي الكبير اللي عملته. وأبشرك ترى حصلوا دواء لهالمرض. قتلي هذا الولد أخوه اللي طاح في المرقل ودفنتوه، وتعلم الطب في زنجبار. الله يبارك فيه، إنسان طيب وخدوم. اي نعم، ويقول انه شافنا وحافظ اشكالنا واحد واحد، وحظه كان متخبي خلف النخلة. لو شافه حمد وراشد كان ما خلوه حي للحين. طبعا انت وياسر الكبيد في التستر على الجريمة. اي نعم. عمي ثاني، عمي ثاني، تعرفوا هذا الرجال طيب اللي اعطانا الدواء والفلوس؟ اي نعم عارفه، هذا اللي رسله الله سبحانه وتعالى عشان يخفف عني عذاب الضمير يا ولدي. يا أهل الحارة، عمي ود حسن قاعد سلم عليكم. والله العظيم شايفينه خارج من بيت تعدرشين هذا. هيوة، وهو بيجي باكر ويبغى يسلم عليه وبعده بالذوق. باكولا الله يبارك لك. باكولا أبو مخر العين. باكولا عفود عفود مو جاي. عمي ود حسن جاي الحارة ومتزوج. ايوه، والمعلم جاي معاه. صح، احنا ما شفنا المعلم. هي انت المعلم مايت. صح، هذا دهدرس بي. ما حد من المعلم، ما بيا لكن متذوق وحده. حلوه حلوه واجد. انتي ما حدش قمنش. نعم سلامتك انا. والله ذكري انك ما حصلتش. خذي يا نجوى ومسك وعشت. اليوم ركبتي شان في الحمار. خذ اشرب يا سيد. مشكوره يا بنت العم. شفتي يا نجوى ايش سوى ابو شف عبد الله؟ انتي مالش خص يا نجوى، الذنب ذنب ابوش. معقول ابوي بهذا القسوة والقبرون؟ انا ما قادره اسير البيت واشوفه قدامي. لازم تركعي البيت يا نجوى، ولا ايش رايك يا سعيد؟ هذا الموضوع يخص نجوى وحدها، اما رقية فتضل عندي، ولا ايش رايش؟ مستحيل اقدر افارقك بعد ما لقيتك يا سيد، حتى لو دقيقة. الله يفرحكم دائما. انا ما عارفة ايش اسوي يا جماعة، انا محتارة بينكم وبين اهلي. هذول هم اهلش واولاد عمش يا نجوى. يعلم الله ان اكثر من كذاك يا جواهر. بحسبة اختك ما كذاك؟ ليه يا جواهر، سعيد من صغرها يتمنى ابتسامة من نجوى. تتذكر سالفة القشاط؟ الحين الأمور تغيرت يا رقية، أنا بنت قاتل أخوكم ومفارقنكم مشردنكم عن بعض سنين طويلة. حقي من أبوش أخذه وحدي، خليش بعيدة. إيش ناوي تسوي يا سعيد؟ مهما كان هذاك أبوي. خير يا نجوى، إذا ظهر الحق للناس أولا الروضة والناس الطيبين، لازم نعوضهم سنوات الذل والجفاف. ناوي أخلي كل الناس تشتغل وتشغل ثروة البلاد، ويرجع زمن الجد المسمار الطيب اللي يحبوه أهل الحارة. عزون عزون تعال عزون
اسمعني اسمعني، صحيح ان ولد حسن موجود في الحاره؟ لا ما صحيح. قرص لك. اطلقني اذا ما اطلقني تراني اخبره، وانت تعرف عاد ايش بيسوي فيك. ايش بيسوي يعني؟ ودره خليه عبود. قولي اقول صحيح، قولي وين شايف ان ولد حسن؟ والله العظيم امس في الليل شايف انه خارج من بيت التاجر الغريب. انت متاكد من هذا الكلام؟ ايوه متاكد. بعد بتزوج واحده حلوه فرحان بعد بتزوج واحده حلوه بدوي. تعال انا بنفس البارحه سامعنكم ياسين تغنوا له وتباركوا له. ها يلا ياسر يلا تحرك، خلينا نلحق السعود قبل لا تطير فلوسنا. الحمد لله اني ما اعطيتك كل الفلوس. تحرك اتحرك قدامي، ليش واقف؟ اتحرك. حسن اوه حسن تعال حسن بسرعة حسن. ها حصلتيهم؟ في البيت لا سيف ولا نجوى ولا حتى رقية. كيف يناموا خارج البيت من غير ما يخبرونا؟ قولي لي كيف؟ أنا منعت البنات إن أنا طلعت، كنت حاسة إن ما حد مكان بسمعهم فيه. وسيف؟ سيف وين يروح؟ والبنات وين ممكن يباتن يا عدنا؟ إيش فيك يا راشد؟ أنا بديت أحس إنك. استغفر الله العلي العظيم. تحس بإيش؟ أنت وأخوش تخططوا على شيء وما بعيد إنكم خبيتوا الأولاد. راشد أنت جنيت؟ هذول أولادي ولا يمكن أسوي فيهم أي شيء. عمي خير؟ ايش عندك؟ مالك مضايق؟ مو فيك عمي سيف. ايش في ودي سيف ماله؟ عمي الخيل البارحه رجعت وحشه وفيها دم. سويتها يا ود حسن؟ لكن لا يمكن يسويها، بس يمكن لا. حمد وياسر تعالوا براشد المسمار. ود حسن وين سعود؟ نريده بسرعة. أكيد عشان فلوسكم. أحب أخبرك أن فلوسكم أصبحت توقف للحارة إلا إذا ثبتوا قدام الناس من هين جبتوهم. هذه أموال فقارة وحان الوقت أنها ترجع. هذه أموالنا، شقانا وتعبنا. سعود خرج ولا تحاولوا تأذيوه أو تضايقوه، وفلوسكم تراها عندي أنا. الله يخليك يا ود حسن، الله يخليك. رجعهن حالنا حتى لو نصهن. أيوة رجعهن. سير خبر المسمار خلوا يعطيكم غيرهن. ود حسن راح الفلوسنا، راح الفلوسنا وشقانا راح. وين؟ ايش دراني فيه ود حسن؟ انا الله ينتقم منه،
الله ينتقم منا مثل ما اخذ فلوسي واموالي. هنا هو الحين، هنا خلي عنك هذا الكلام، دلني عليه. بعدين انت من وين عندك فلوس؟ قل لي. ود حسن راح، راح ود حسن، واذا كان ما اخذ عليك فلوس راح انهنقرينا الفلوس راح. انا اريد ولدي سيف، ولدي، ولدي سيف رجع صانع وعليه دم، اخاف يكون حد اذاه ولا اصابه مكروه. سيف مات؟ فال الله ولا فالك، ان شاء الله ولدي بخير. خير يا راشد. من وين يجينا الخير وانت حي؟ حصان ولدي سيف رجع وفي دم، والبارحه ما نايم في البيت. لا يكون انت اللي اذيته يا ولد حسن. سيف مثل ما هو ولدك يعتبر ولدي، وانت تعرف ان هذه ما طريقته ابدا. سيف راح يا حمد، ولدي سيف راح، ولد اختك راح يا حمد راح. وانا ايش دراني راح؟ انا تسدني بمصيبتي، اموالي، تعبي، شق السليل كله راح. لا تنهار بهذه الطريقة حنقرينا، لا تنهار. هذا ضنا عمري يا جماعة، هذا ولدي الوحيد، وبنتي ما أعرف عنها شيء يا حمد. يا بنتي، بنتك موجودة في الحفظ والصول. موجودة؟ وين موجودة؟ في بيت سعيد بن منصور. سعيد بن منصور ولد أخوي؟ هي نعم، ولد أخوك اللي دفرته في مرجل الفاغور بدون رحمة. السلام عليكم، بعدين انا اسالش انت من؟ ما شفتي بنات انتين داخلات هنا؟ قصدك رقية ونقوى؟ اي شفتيهن، تعرفيهن؟ انا هن الله يخليش دليني عليهن. ان شاء الله بدلش عليهم. اكيد انت ونقوى حرمة راشد. هي انا عذرة. وشفتي سيف ولدي معها؟ لا والله ما شفته، بس اقول ليش. تعالي تبعيني. ايه تعالن دخلن ما تستحين، المعلم ما هنا. يا اهل حارة الروضة، يا اهل حارة الروضة، هذا راشد المسمار. انا عارف انه مذنب في حقكم كلكم، لكن اليوم جاء يدور على ولده لانه مفقود. حصانه رجع من دونه وعلي دم، واي حد يعرف منكم اي شيء يخبرنا. واللي يفكر منكم في الانتقام ما بهذه الطريقة، هذه الطريقة ما مقبولة أبدا. أنا ما ظلمت حد، هم ظلموا أنفسهم. يا سبحان الله، يا سبحان الله، يعني راشد ما هان عليه ولده وقاعد يدور عليه مثل المجنون ونسى اللي سواه فيه. ما وقت هذا الكلام يا سعود. باكر لازم نجمع كلنا مع تكبة الفاغور، والحاضر يسمع منكم الغايب. وليش عند التكبة يا ود حسن؟ ليش؟ باقي يومين على العيد، ولازم تكون قلوب أهل الحارة متصافية. يا جماعة الخير، يا أهل حارتنا الطيبين، كل واحد منكم يدور في مكان، وأي واحد يحصل سيف بن راشد المسمار يجيبه هنا معنا. زين؟ حاضر. يلا توكلوا. يلا 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 يلا. احسن نروح؟ كان زين على الاقل نتذكر ايام زمان. انا مشتاق اروح. انا والله مشتاق، نفسي اروح. اليوم جيت هنا ما شفته بعد. يا جماعه انا وقايا حابين نروح شو بيتنا القديم ونتذكر بعض ذكريات طفولتنا. انا استاذنكم بروح البيت اشوف الاهل واطمن عليهم. ما دام نقوى راجع البيت، ايش رايك يا سعيد وانت يا قايا نروح انا وجواهر معكم نشوف بيتكم القديم ونستعيد ذكرياتنا لما جبنا لكم الكبش؟ ها؟ ايش رايك يا القيد؟ ما دام محمد طالب يروح معنا احنا بعد ما نستغنى عنهم. عقب يلا يلا قوموا قوموا بسرعه، ليش جالسين؟
وين يا محمد؟ خليهم يشبعوا من بعض. انت ما سمعت البنيه تقول ما تستغنى عنه. حد معي خارج الباب. من؟ خليه يدخل. تعالي يا خالتي دخلي. خالتي تعالي. يلا يا امي. يلا يا بنتي. يلا يا حبيبتي. الحمد لله يا امي. نجوم عذرا. هذا سعيد اخو رقية. يلا يا بنتي دخلك. اكيد هذيل هم اللي ضاربين اخوش. ايش في سيف يا امي؟ سيف يا بنتي بطل. رجع حصانه بدونه وفي دم واحنا ما نعرف ايه. اكيد هذيل هم السبب. يلا نخرج من هني. لا ما اطلش عليه. والله أنا خايف حد من أهل الحارة يشوفنا ويخبر علينا. واد حسن أقول لك ما أحسن لو جالسين في الحارة. ما أحسن لنا. إحنا خسرنا فلوسنا وما بعيد نخسر أرواحنا. لا تنسى إيش سوينا في أهل الحارة والناس ما راح ترحمنا. سيف واد راشد لقوه مضروب ما قادر يتكلم ولا قادر يتحرك. يغيب غابت عيونه. خل راشد أموره الحين وفكر في نفسك. اللهم نفسي نفسي. يلا تحرك تحرك. سيف حصلوه يا نجوى. حصلوه يا بنتي. والدي حصلوه. ان شاء الله ما في شيء. تكلم يا ابوي. سيف في شيء؟ صابه مكروه. حبيب ضرب سيف في الظهر. الحين الولد ما قادر يمشي. بيضل طول عمره خلاع يا بنتي. طول عمره خلاع. بيتجمعوا عند التركبة وبيحضروا سيف بن حسن والحبيب وبيحكموا في القضية. والدي حمد هو السبب. حمد السبب. ايوه هو السبب. حسنك انت وحمد السبب. حمد خلاص. حمد شرد من البلد والناس كلها تدور عليه ما بحصلت له. حمد سرق فلوسك يا راشد وهرب. هو اللي سرق فلوسك. أنا كنت عارف كل شيء لكن خليتكم. قلت يمكن تشبعوا لكن النار لما تاكل أكثر ما تشبع. ليش سويت كذا يا أمي؟ أنت وخالي ليش؟ ونبشو كل اللي سويته فيهم. ما نعرف ايش اللي بيسويهم فينا. يلا يا راشد يلا احنا بعد نهرب. لا يا ابوي لا تسمع كلام امي. لا تهربوا. وجهوا للحارة عشان خاطر اخوي سيف. كلهم طيبين يمكن يسامحوكم يفتحوا معاكم صفحة جديدة. اي سامو ابوش. اي سامو قاتل ود اخوه ودافرنا في المرقة.
انت واخوش الملاعين السبب. حقدكم علينا انا واخوي منصور، وانا اللي ركضت ورا حبش الاعمى اللي ابوي. أنا سعيد بن منصور المسماري أهل الحارة، ابن الرجال اللي كان يحبكم وتحبوه من 12 سنة. هذا المرجل داخل هذه التركبة اللي تلتهم بهارات الفاغور، التهم هذا المرجل أخوي ابن أمي وأبوي بسبب جبروت عمي راشد اللي من لحمه ودمه عشان ياخذ حبتين فاغور، جزء بسيط من ورث ابوي وحقه المسلوب. دفر عمي في هذا المرجل وتبزجن عيونه وتبلح جلده زي الفاغور متبلح، ودفنوه سر هناك ايد آثمه ولا حد تكلم. الشهود اكدوا ان حمد وعذراء هم اللي طلبوا من عمي انه يسكت وما يتكلم، وسكت ورشى الناس فلوس عشان السر ما ينبان. وانا تربيت في السيح وتعلمت مع عم محمود جزاه الله خير، لان ابوي رحمه كان خايف علي. وهذا انا اليوم راجع انتظر منكم تصدروا حكم العداله وتتكلموا بقوه وصرامه
هذيل الطماعين الملاعين عزرا وحمد هم السبب هم السبب هم السبب السبب عزرا وحمد وبطرتك وتكبرك على خلق الله مالك انت يطلع منك هذا الكلام يا بس ولا كلمة انت واخوك وزوجك اركبت على ظهور اهل الحارة علشان الحياة تضحك لكم يا اهل الروضة اوراق الرهن والمبايعة اللي سلبهم منكم راشد المسمار موجودة كالة هذا المندوس ودعوة المظلوم مستجابة وتوصل عند الرحمن الرحيم بسرعة كل أموال راشد المسمار وقف عام للحارة وانتم يا أهل الروضة من اليوم لازم تعيش في عز ورخاء وتنسى زمان الذل والهوانة وأنا وأموالي وربعي بنوقف معكم بنساعدكم بكل ما نستطيع والظالم لابد له من عقاب ينوخذه نعم واللي عاش في ظلام لابد له من وبص واللي عاش على نور الناس لابد له من يوم ويجرب حلكة الظلام مفهوم ينوخذه صدر الحكم باسم أهل الروضة راشد المسمار وعذرة وحمد أصبحوا مجرمين والمجرم لازم يطرد من الحارة وما يرجع لها وأمواله تقسم للفقارة والمساكين هذا المكان طيب ولازم يبقى طيب خذوهم الحين مكبلين مقيدين وابعدوهم عن الحارة لا لا أنا ما أقدر أعيش مع عدل وحمد أنت طالق 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 أما هذا المكان مشؤوم علينا كلنا وخاصة أنا وأخوي سعيد لازم نتخلص من هذه التركبة المشؤومة لازم نحرقها لازم نعم نحرقها ونبني تركبة غيرها أكبر وأجمل لجميع أهل البلد وتنتج الفاغور الطيب لكم ولكل الناس الطيبين اللي يحب منكم الخير يسرع يحرق هذه التركبة وبسرعة رايحين نبني تركبة جديدة أكبر وأحسن يلا حرقوا حرقوها كلها يا مرجل الفاغور يا شاهد على موت الظلام موطنك بين النخيل وسط المزارع والشجر والسر مدفون ابتبان